احنا كترنا، انا واخوات الباقيين قايمين نايمين على نفس سريرنا. انا عمري ما كان موجود لي مكان في البيت ولا وسط العيلة، وبدل ما اشيل لعبي وكراستي نشيل انا شيلة تقيلة. بقى اسمي خلاص بيعت الورد، محدش عارف اسمي من كتر اللف 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 مكسر جسمي. كان ولا حد سمعني كأني قاعد وحدية، ووحشني حضنكوا زي زمان يا ريتوا كان بإيديا. لو بس تلاقوا حبيت وقت يكفي ويكون لي. سألعب بيها وألبسها وأغني ليها أغنية، كده فجأة لقيتنا أنا قاعدة مكانها ومتلخبطة من الدنيا. للعبة الحلوة بقت مش لعبة وإنت بقيت أنا هي. أنا كنت بفتح عيني وبنزل مدرستي الصبحية، دلوقتي بقيت انا بنزل هنا تحت العربية، سايب الواني وكتبي ورسمي وحياتي الطبيعية. والعدة تقيلة عليا بتعور لي ايديا. جم الدنيا وجواهم احلام كتير، بس اكيد طول ما عددهم كتير مشاكلهم هتكون اكتر، وجودة الحياة اللي بنوفرها لهم أكيد أقل. إيدينا في إيدين بعض نحقق لهم جودة حياة أحسن، لأن ولادنا يستحقوا حياة حلوة. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.